بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نستكمل حديثنا في chapter 8 من مادة intermediate accounting، والفيديو الحالي يتناول costs included in inventory، تكلفة المخزون. طبعا في البداية الكتاب بيقرر انه companies generally account for the acquisition of inventories like other assets on a cost basis، على اساس اللي هو historical cost اللي هو التكلفة التاريخية. بعد ذلك بيحكي عن التكاليف المرتبطة بالانفنتوري، وهي تبتدئ بالبرودكت كوست اللي هو تكاليف الانتاج. طبعا تكاليف الانتاج او تكلفة المنتج هي عبارة عن these costs are directly connected with bringing the goods to the buyer's place of business، هي التكاليف المباشرة المرتبطة بإحضار البضاعة إلى مكان عمل المشتري، and converting such goods to a sellable condition، وتحويلها هذه السلع تحويلها إلى وضع يمكن بيعها من خلاله. الآن هذه المصاريف تشمل على 1 cost of purchase تكاليف الشراء، 2 cost of conversion تكاليف التحويل، 3 other costs وتكاليف أخرى incurred in bringing the inventories to the point of sale and sellable condition، أي تكاليف يعني يتم تحملها من أجل الوصول إلى نقطة البيع اللي هو بيع الانفنتوري. طيب الآن خلينا نفصل. بالنسبة للنقطة الأولى اللي هي cost of purchase اللي هي تكاليف الشراء، تشمل على 1 the purchase price اللي هو سعر الشراء، سعر الشراء اللي بيكون موجود في الفاتورة، 2 import duties and other taxes اللي هي الضرائب أو ضرائب الاستيراد إلى آخره، في عندي transportation cost تكاليف النقل، في عندي handling cost تكاليف التحميل والمناولة directly related to the acquisition of the goods، والتي تكون متعلقة بمناولة البضاعة اللي احنا فعلا تم شرائها. إذن هذه هي cost of purchase تكاليف المشتريات. بالنسبة لرقم 2 اللي هو cost of conversion اللي تكاليف التحويل، هي cost for manufacturing company يعني هي تكون موجودة في الشركات الصناعية، تشمل على direct materials المواد المباشرة، direct labor العمل المباشر، and manufacturing overhead costs والتكاليف الصناعية غير المباشرة الأخرى. بالنسبة لل overhead costs هي تشمل على indirect materials لمواد غير مباشرة، indirect labor عمل غير مباشر، and various costs such as depreciation, taxes, insurance and utilities، وهذه بتكون طبعا كلها مصاريف صناعية. بالنسبة لل other costs اللي بتكون هنا رقم 3 اللي هي تعتبر من ال product cost اللي هي تكلفة المنتج، include costs incurred to bring the inventory to its present location and condition ready to sell، هي جميع التكاليف التي من شأنها تجعل المنتج في مكانه من أجل البيع ويكون جاهز للبيع. من الأمثلة عليه على سبيل المثال cost to design a product for a specific customer needs، زبون معين بده السلعة بشكل معين بتصميم معين، مثل هذه التكاليف تعتبر من other costs. طيب الآن خلينا نيجي على period cost اللي هو تكاليف الفترة. طبعا تكاليف الفترة هي لا تعتبر جزء من cost للانفنتوري. تعريفها are those costs, costs that are indirectly related to the acquisition or production of goods، هي تكاليف لا ترتبط بشكل مباشر بعملية شراء أو إنتاج السلع. هي تشمل على سبيل المثال اللي هو selling expenses المصاريف البيعية، و general and administrative expenses المصاريف الإدارية والعمومية، مثل ما حكيت are not included as part of inventory cost، ليست تكلفة من المخزون. طبعا ليش ال period costs يعني are excluded من ال cost للinventory يعني لا يعتبرن جزء من تكلفة الinventory؟ لأنه ببساطة companies generally consider selling expenses are more directly related to cost of goods sold، يعني من المناسب جدا إنه selling expenses يتم ربطها بالcost of goods sold تكلفة البضاعة المباعة، وليس بتكلفة اللي هو unsold inventory بتكلفة المخزون غير المباع. من جانب آخر لو administrative expenses المصاريف الإدارية
يعني لا ترتبط بشكل مباشر بالبرودكشن بروسيس، عملية الإنتاج، وبالتالي يصعب يعني نعمل كونكشن بتوين اللي هو الـ administrative expenses والكوست للإنفنتوري. أمر آخر الـ interest cost اللي هو مصاريف الفائدة، طبعا هي تعتبر من الـ financing cost التكاليف المالية، طبعا هي تعتبر period cost تكلفة فترة. طبعا مثل ما حكيت هم بيعتبروها تكلفة فترة لأنها تعتبر يعني cost of financing هي التكاليف تمويل. في البعض يعني يجادل انه الـ interest cost تعتبر من الـ cost of inventory، وبالتالي هم بيطالبوا يعني هذول الناس انه هذه الـ interest يتم عمل لها capitalization اللي هو رسملي، ويتم اعتبارها التكلفة من الـ inventory. طبعا في هذا الموضوع اللي هو الـ interest cost للـ IASB مجلس معايير المحاسبة قرر انه company should capitalize interest cost، يعني يجب على الشركات انها ترسمل تكاليف الفوائد، ولكن هذه بتكون ايش related to assets constructed for internal use، هي تكون تتعلق باصول تم انشائها للاستخدام الداخلي، هاي واحد، or assets produced as discrete projects او اصول تم إنتاجها كمشاريع منفصلة such as ships or real estate projects، مثل على سبيل المثال السفن، إنشاء سفن أو عقارات، for sale or lease من أجل البيع أو التأجير. طبعا مثل هذه الحالات يعني لا ينطبق عليها المخزون، لذلك الـ ISP emphasize that these discrete projects should take considerable time. طبعا هذه المشاريع وهذه الانشاءات بدها وقت طويل، ايضا راح تاخذ اللي هو substantial expenditures اللي هو نفقات معتبره وضخمه، and be likely to involve significant amounts of interest cost اللي هو يعني راح يكون عليها فوائد كثيره او تكاليف فوائد كثيره. Thus a company should not capitalize interest cost for inventories. هذا هو القرار النهائي بالنسبه لـ IASB. تكاليف الفوائد لا يتم اعتبارها من تكلفة الانفنتوريز، وإنما مثل ما حكينا هي تكلفة فترة فقط اللي هي period cost مثل ما حكينا في البداية. طيب نيجي للموضوع اللي هو الـ purchase discounts اللي هو خصم المشتريات أو الخصم المكتسب، treatment of purchase discounts، المعالج المحاسبي لهذا الخصم. طبعا purchase discounts او trade discounts الخصم المشتريات او المكتسب are reductions in the selling price، هو التخفيضات في سعر البيع، granted to customers يمنح للزبائن. طبعا في تنوع في المعالج المحاسبي، في بعض الشركات some companies recording the discount as a reduction in inventory، يعني يتم اعتبار هذا الخصم كتخفيض في تكلفة الانفنتوري، بينما في عنا آخرين treated the discount as revenue بيعالجوا الخصم كإيراد. الآن بالنسبة لل IASB مجلس معايير المحاسبة requires these discounts to be recorded as a reduction from the cost of inventories، هو تخفيض من تكلفة البضاعة. طيب بالنسبة للبوك كيبينج عملية تسجيل لل purchase discount، في عنا استخدام اللي هو the use of a purchase discount، استخدام لهذا الحساب in a periodic inventory system في نظام الجرد الدوري indicates that the companies report its purchases and accounts payable at the gross amount، يعني يتم تسجيل المشتريات والذمم الدائنة بالقيمة الإجمالية بدون أي خصم. If a company uses the gross method، إذا استخدمت اللي هو الطريقة الإجمالية، سوف تقوم بتسجيل حساب اسمه له purchase discounts as a deduction from purchases on the income statement. طبعا في income statement راح يظهر هذا الحساب كتخفيض للمشتريات. ويرى البعض انه استخدام اللي هو الـ net method افضل من استخدام اللي هو الـ gross method. ليش؟ لأنه في لها عدة فوائد أو عدة أسباب. واحد it provides a correct reporting of the cost of the asset اللي هو تكلفة الانفنتوري،
عند ريليتد ليبل، لانه بتعطيني الامر بالصافي. اثنين it can measure management in efficiency by holding management responsible for discounts not taken. يعني هي من خلال اظهار هذا الحساب لو بيرتشز ديسكاونت لوس، معنى ذلك ان الاداره اخفقت في استغلال هذا الخصم. طيب حتى نفهم الفرق بين الجروس ميثود والنت ميثود في تريتمنت اوف بيرتشز ديسكاونت، خلينا ناخذ المثال التالي. في البدايه بيحكي المثال انه بيرتشز كوست 10,000 ترمز 2% لمدة 10 أيام، في عندي نت اللي هو 30 يوم. طبعا هذا خصم اللي هو purchase discount، خصم مكتسب أو خصم مشتريات. طبعا حسب الجروس ميثود احنا بنسجل purchases والaccounts payable بالجروس amount اللي هو بالقيمة الإجمالية بدون خصم، 10,000 10,000. الآن بالنت amount أو النت ميثود احنا بنسجل purchases والaccounts payable بالنت، يعني بنخصم 2%. يعني بنيجي احنا بنحسب، بنكون 10,000 ضرب اللي هو 2% كده بكون في عندي 200. الآن بنقصهم من 10,000 كده بيصفى عندي 9,800. إذا البيرتشيزس عمليا الصافي هو 9,800. الآن نفرض في عندي invoices of 4,000 are paid within discount period. في عندي فاتورة تتعلق بهذا العشرة آلاف بقيمة 4,000 تم دفع خلال فترة الخصم. طبعا هنا في عندي خصم. الآن بالنسبة للجروس ميثود هنا يتم الاعتراف بالبيرتشيز ديسكاونت. طبعا احنا راح ندفع للأكاونتس بايبل، الأكاونتس بايبل بدهم مني اللي هو 4,000. ايوه الآن اللي انا بدفعه هو عمليا 3,920. في عندي 80 بدفعهاش انا اللي هي عبارة عن الديسكاونت اللي هو بيرتشيز ديسكاونت. كيف بحسبه؟ بكل 4,000 ضرب 2 على 100 بيطلع 80. اذا انا راح ادفع اقل من 4,000 وبقيمه اللي هو 3,920، فانا وفرت حالي. الان في النت ميثود انا راح هنا ادفع الصافي. طبعا شو الصافي؟ اللي هو بعد خصم اللي هو البيرتشيز ديسكاونت. يعني عمليا انا بدي ادفع فقط اللي هو 3,920 وبدي اعطيهم لمين؟ الاكونتس بايبل. طبعا ليش انا بعمل هيك؟ لانه الاكونتس بايبل انا في الاصل مثبتهم بالصافي، فانا هنا بدفع الصافي خلص يعني جاهزين. طيب الحاله الثالثه في عندي invoices of 6,000 are paid after discount period، يعني تم دفعها بعد فتره الخصم، وبالتالي هذه 6,000 ما فيش عليها خصم وسوف تدفع بالكامل. ففي الجروس ميثود احنا الكاش بدفع 6,000 كاملة للأكاونتس بايبل. طبعا الأكاونتس بايبل بنلاحظ هي أخذت هنا 4 وهنا 6 هي العشرة جاهزين معها. طبعا هنا ما يعني دفعنا كامل المبلغ وما فيش بيرتشيز ديسكاونت مثل الحالة الأولى. طيب في حالة النت ميثود في هذه الحالة احنا بدنا ندفع 6,000 كاملة بدون أي نقص. طبعا الديسكاونت هنا شو بده يكون؟ اللي هو 6,000 ضرب 2 على 100 بيطلع 120. الآن احنا الرصيد الباقي دفعه للأكاونتس بايبل هو 5,880 لأنه هو صافي من الديسكاونت مخصوم. يعني الآن 120 هذه اللي احنا دفعناها احنا تعتبر بالنسبة لنا لوس، يعني بيرتشيز ديسكاونت لوس، يعني خسائر اللي هو الخصم المكتسب خسرناه لم يعني نكتسبه. إذا هذا المثال يعني بوضح الـ differences between اللي هو الـ gross method و النت method. طيب هذا هو كل شيء عن درس اليوم، أرجو أنه يكون واضح للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله.